لبنان غني بمنتجاته الزراعية، النباتية والحيوانية. هالقطاع بيشغل حوالي 212 ألف مواطن لبناني وبيتطلع بكل أمل تيضم المزيد من الشابات والشبان ليزيد من إنتاجيته. أنشأت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لدعم وزارة الزراعة منصة فرص المتطورة المزودة بنظام معلومات جغرافية، تتمكن مدارسها الزراعية الفنية المهنية السبعة من تأمين فرص عمل للتدريب المهني بمكان العمل. وأكثر من هيك، بتأمن لهم فرص عمل بتلبي بنفس الوقت حاجة سوق العمل وطموحاتهم لحياتهم المهنية. منصة فرص هي إحدى أولى خطوات وزارة الزراعة بمبادرتها للتحول الرقمي لتعطي قطاع التعليم الزراعي والتدريب المهني كل الإمكانيات التكنولوجية يلي بيستحقها. هالمنصة بتشبك مكونات البرنامج الثلاثة: المدارس الفنية بجهازها التعليمي وتلاميذها، المراكز الزراعية التابعة للوزارة، المهنيين والخبراء الزراعيين وسوق العمل، ضمن المجتمع الريفي الحاضن للمدرسة ليتبادلوا أحدث الخبرات والممارسات الزراعية. وهيك تنمى قاعدة المعرفة العائدة لإلها والمبنية على البرنامج التربوي الزراعي ومناهجه الجديدة القائم على الكفايات. من خلال فرص، وضعت الوزارة الشابات والشبان اللبنانية بصلب قطاع الزراعة ليصيروا محرك تطور المستدام، وتبقى منتوجات لبنان الزراعية من الأطيب والأفضل بالعالم.